أعزائي المشاهدين في كل مكان، مرحب بكم النهاردة في فيديو جديد معي عن توقعات الأبراج. توقعات الاثنين الموافق 3 يوليو 3 تموز 2023، بالنسبة لك هتبقى حريص على صحتك أكتر، هتتجنب أنشطة كتير ممكن تبقى خطرة، رياضية جديدة جدا، هتكون عندك عرضة لتلاعب بأشخاص من دائرة أصحابك أو أشخاص بيقربوا لك. لازم تنتبه من خلال حدث هيحصل في حياة أشخاص حواليك وأسرتك اللي هتوقع في موقف صعب جدا معاهم بسبب ضلائل كتيرة وأفعال خبيثة مع أشخاص حواليك بشكل عام. هتتاح عندك النهاردة فرصة تنفذ بيها خطتك المهمة عشان تحقق نجاحات كتيرة انت ما كنتش متوقع تطورها بسرعة وسهولة. لو كنت انت النهاردة اتولدت هيجيب ليك كتير من الاحداث والتجارب اللي بتبقى متعلقة بالسفر مع اشخاص من قريب وبعيد، هتجيب ليكم معظم الحالات معظم المشاعر السارة والامال اللي بتبقى في مستقبلك، هتحقق من خلالها رغبات كتيرة، هتجري من خلالها محادثة ممتعة جدا مع اشخاص حواليك من مسافات قصيرة، هتتقابل معاهم بدعوة او عرض تقديمي في تقبل بكل سرور، وهيظهر ليك كل الاشخاص اللي حواليك. في عدم استقرار عاطفي عندك، في ميل للتشاؤم او الاكتئاب وحالات مزاجية كتير ملهاش علاقة بالواقع. هتحصل على اخبار كتيرة فيها تحديثات واضحة جدا خاصة مع عبور القمر اللي هيبقى في برج الجدي. هتلاحظ انك بقيت اكتر ماديا وانك بتفكر ازاي تتغير في كل الاتجاهات اللي عندك. هتحس بانجذاب كبير علشان تشتري حاجات تانية على الرغم من انك عارف انك مش بحاجة ليها. هيكون العبور ده مفيد جدا عشان تاخد قرارات بشأن المكان اللي انت بتكون حابب تمشي ليه في الفترة دي. بعد مرور العبور ده تكون حابب تقضي وقت اكتر، انت دايما بتركز على خطط كتيرة طويلة المدى في الفترة الجاية بدل من الخطط القصيرة. محاولة منك انك تضع توقعات كتير وهي لنفسك وعشان تحققها. ايه هي الاجراءات المناسبة للعبور ده؟ هتشمل اجراءات كتير متخذة تحت التأثيرات دي، وضع خطط لمستقبلك واختيارات مهنية كبيرة جدا في شغلك التجاري الجديد، هتبتدي مشروع جديد وهتاخد خطوات نحو تحقيق هدف معين. في كتير من النشاط البدني اللي هيبقى عندك بشكل عام، هتبتدي الاسبوع بكتير من الشغل عندك. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو، لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.